وفجأة راح في وش الأم ضربها طلقة، وبعد كده في كل واحدة فرغ فيها مجموعة طلقات. كانوا بيشيلوا الحجارة وبيجي فوق جسم البنات وأمهم بالحجارة دب 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 دب، وراحوا حاطين كمان عليهم جوا المغارة صب أسمنت. لماذا قتلتهم؟ قال أنا قتلتهم وده يكفي. طب إيه مبررك؟ إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جداً، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة معنية بعالم الجريمة. لازم يا جماعة نعرف إن الجريمة مهما كان ذكاء مدبرها وفاعلها مش هيكون أذكى من رجال وزارة الداخلية. عندهم الحنكة وعندهم الخبرة وعندهم الدراسة اللي بتمكنهم من كشف الجريمة. لازم نعرف إن القانون بياخد مجراه، وإن مفيش حد بيفلت من العقاب، ولو فلت هيجي اليوم اللي يقع فيه في شركة أعماله. تعال نشوف بقى الجريمة دي. إحنا بنتكلم على سيدة فاضلة اسمها بسمة، عايشة مطلقة وعايشة مع بناتها الثلاثة تالية ومنال وريمة. ريمة عندها 22 سنة، تالة عندها 20 سنة، منال عندها 16 سنة. يبقى احنا بنتكلم عن أسرة، الأب مطلق والدتهم وعايش لوحديه، والأم اسمها بسمة عباس، ولادها التلاتة ريمة وتالة ومنال 22 و20 و16. تالة على علاقة بشاب اسمه حسين فياض. حسين فياض عنده 30 سنة. تالة على علاقة بالشاب ده. الشاب ده وزي ما شفنا صورته بيتمتع بوسام، غير ان هو بيهوى صيد الحيوانات، ويتباهى لما ندخل على صفحته بيتباهى بصيد الحيوانات ويشيلها كده وهو مبسوط وفي ايده السلاح بتاع البندقية الصيد، ودايما بيتمتع برؤية الحيوانات وهي بين ايديه مصابة او مقتولة، وبينزل على صفحته صوره وهو قاعد ماسك السلاح في ايده والحيوانات اللي صيدها، سواء كانت بقى ايا كان الحيوان. يعني هو جايب نفسه هو صيد ثعلب، صيد معرفش ايه، ويتباهى وبيقعد وهو فخور جدا بالوحشية اللي هو بيظهر فيها على صفحته. تالا كانت معجبة بحسين فياض اللي عنده 30 سنة رغم ان هي عندها 20 سنة. في يوم ممطر في شهر مارس الماضي، خليك احنا بنتكلم على جريمة بدأت في 20 مارس 2022. احنا النهاردة داخلين على 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 شهر 12، احنا في اواخر 11، يعني احنا بنتكلم من شهر 3 لشهر 11، 8 شهور على الجريمة دي. المهم في يوم ممطر وزعابير فوجئت تالا وامها واخواتها ان حسين فياض بيتصل بيهم بيقول لهم تعالوا نتعشى بره. نتعشى بره؟ قالوا يا حسين في الجو ده يا حسين. قال لهم ايه الجو؟ جو جميل يعني شويه مطره بينزل، بالعكس ده احنا هنروح مطعم نقعد ناكل سندوتشات بسريع كده، انا عايز اشوف تالا هناك. يعني الفكره كلها ان عزومه جايه لهم، الام مش راضيه والبنات مش راضيين، بس مين اللي عايز تالا اللي هي على علاقة بحسين فياض الشاب الوسيم ده؟ فعشان خاطر يا ماما ونطلع ناكل يا ماما، هو عازمنا يا ماما، وايه المشكلة يا ماما؟ الجو حلو يا ماما، ما احنا نركب العربية يا ماما. المهم الام مش عايزة تزعل بنتها تالا، وفي نفس الوقت قالت نطلع يا عم رغم ان الجو ممطر، بس يا حسين تعالى خدنا بالعربية. فحسين قال لهم طب خلاص هاجي اخدكم بالعربية. حسين فياض جه قدام البيت بتاع اختنا بسمة وولادها الثلاثة، وراح واقف نزلوا هم الاربعة ركبوا في العربية. المطعم يعني مسافة قريبة جدا، ما تجيش مثلا ايه كيلو ولا بتاع. فوجئت بحسين فياض واخدهم في طريق زراعي. تقول له يا حسين انت رايح فين؟ قال لها في شخص هنا عايز منه حاجة بس هيجي معايا عشان انا. قالت له هيركب فين يا ابني؟ هيركب فين؟ قال لها لا مش هيركب، ده هو واحنا واقفين كده ناخد منه كلمتين. قالت له ماشي بس الجو وحش ودخلت في الزراعات. احنا بنتكلم على ام وثلاث اولاد 22 و20 و16،
وصورهم انتوا شفتوها. دخل في منطقة صراعية، لقى صاحبه ده اللي هو سوري الجنسية اسمه حسن الغناش. حسن الغناش وقف، راح وقف جنبيه حسين فياض، ازيك يا حسن، ازيك يا فياض، اخبارك ايه وعامل ايه؟ فقال لي الجماعة بقى معلش يا جماعة انا عايز بس حسن يركب معانا العربية، انزلوا انتوا عشان عايزه في موضوع خاص هتكلم فيه. فالست قالت له انت هتنزلنا احنا والبنات عشان صاحبك يركب العربية تتكلم معاه فيه؟ قال له مصر ده كلام خاص. قال له يا ابني انزل له انت كلمه واحنا نبقى في العربية. قال لا لا مش هينفع مش هينفع. طبعا حاجة تحرج. راحت الام قالت يلا يا بنات. خلي بالكم الكلام ده كان امتى؟ الساعة 9 مساء ومنطقة زراعية مهجورة تقريبا. نزلت البنات هم بيستغربوا ايه يا تالا، في ايه يا تالا، ماله حبيبك ده ولا صاحبك ده اللي اسمه حسين فياض؟ قالت له ما جراش حاجة، يمكن عايز يتكلموا سر. طب ما ينزل يتكلم سر. قال له خلاص بقى مش اشكال. المهم دخل الغناش جوه العربية، حسن الغناش اللي هو السوري ده، وفجأة لقوا ان نزل الفياض اللي هو حسين الفياض ومعاه سلاح الصيد، سلاح الصيد اللي بيصيد بالحيوانات واللي بيدايما بيتصور بيه والحيوانات بين ايديه. وفجأة راح في وش الام ضربها طلقة، وبعد كده في كل واحدة فرغ فيها مجموعة طلقات، الام بسمة وولادها التلاتة ريمة وتالية ومنال، قتلهم كلهم. بعد كده جه حسن الغناش صاحبه شالوا الجثث ودخلوهم جوه المغارة. جوه المغارة في حجارة كتيرة قوي، كانوا بيشيلوا الحجارة وبيجي فوق جسم البنات وامهم بالحجارة دب 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 دب، هشموا الجمجمة وهشموا الراس وهشموا الجسم. ما اكتفوش بكده، لا كانوا مجهزين اسمنت وراحوا حاطين كمان عليهم جوه المغارة صب اسمنتية. وبعد كده راح حسن الفياض، حسين الفياض وحسن الغناش كانوا مستأجرين زي بيقولوا استوديو صغير كده، دخلوا وغيروا هدومهم مكان الدم وخدوا حمام وقعدوا شربوا فنجان القهوة، وبعد كده ركبوا عربيتهم وكل واحد راح مكان. قبل ما يمشي راح خد تليفون منال اللي هو حسين فياض، وعلى الواتس بعت لولاد خالتهم احنا خرجنا علشان نتناول الطعام عشان يبعد الشبهة خالص. يعني من تليفون تالة كان عارف الرقم السري، فتح التليفون وبعت رسائل على الواتس لكل قرايبهم قرايب البنات، احنا برا يا جماعة خارجين نتناول العشاء بيتعشوا. خلاص الناس بيتصلوا محدش بيرد، اه بقى لسه بيتعشوا. عدى كام يوم بقى؟ يوم اتنين تلاتة عشرة، محدش دريان، اسرة بالكامل، حتى الزوج اللي هو طليق الست اللي بسمة عايز يسأل على اولاده مش عارف يوصل، قدم بلاغ، ولادي فين؟ ولادي سكر، مش عايز بسمة، بسمة انا طلقتها، انا عايز بسأل على ولادي التلاتة منال وريمة وتالية فين؟ ابتدت التحريات وابتدت هب 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 ابتدى لغاية ما تم العثور على جثثهم في منطقة زراعية، وللأسف في حالة تحلل، ووجودهم جوه المغارة ساعد في سرعة تحلل الجثمان، جثمان الأم وبناتها الثلاثة. عشان كده كل الناس بيقولك يا ترى الأم شافت ولادها بيتقتلوا الأول، ولا ولادها شافوا أمهم وهي بتتقتل الأول؟ السؤال ده تم طرحه على حسين فياض، أنت قتلت مين في الأول؟ قال لك أنا استخدمت سلاحي وكأنه كنت في مرحلة الصيد، أنا كنت بنشن على الوجه او اللي بيديني ظهره على الرأس من الخلف، ما فرقش معايا انا موت مين في الاول، انا اللي كان يهمني ان انا موتهم هم الاربعة. تم الوصول الى جثثهم، تم الوصول من خلال التحريات واخر المشاهدات ومن خلال الاتصالات اللي كانت تالية قايلاها لولاد خالتها قبل ما تخرج، حسين فياض عازمنا النهاردة على العشاء، يا بنت هتخرجي في الجو ده ازاي؟ قال هو عازمنا ومصمم. تم الوصول ليه، تم القبض عليه، اعترف ان هو قتلهم وكان بمساعدة واحد سوري الجنسية اسمه حسن الغناش، وان هم هو ساعده في شيلهم وفي صب طبقة اسمنت عليهم، وقبل طبقة الاسمنت كانوا بيشيلوا الحجارة من جوه المغارة ويخبط فيهم، ده ادى الى قصور في كل انحاء جسمهم بعد وفاته. السؤال بقى، وهنا انتشرت الاشاعات كلهم قالوا تجارة اعضاء تجارة اعضاء، لكن الطب الشرعي اثبت ان مفيش اثار عمليات، مفيش اثار تعذيب، ما فيش اي مكان لاجراء اي نوع من العمليات، ان كل اللي حصل ضرب في النار في منطقة الوجه ومن الرأس من الخلف، وتكسير العظام من خلال بعض الاحجار
برفعها ورميها على جثث البنات المتوفيات أدى إلى قصور في معظم أنحاء الجسم، لكن لا أثر إلى سرقة أعضاء، بالعكس الأعضاء كلها كاملة. لكن للأسف سرعة التحلل والعفن اللي هو حصل والرمية أدى إن الجسم بالكامل سليم لكن في مرحلة من العفانة أو من التحلل. يبقى مفيش تجارة أعضاء. باستجواب حسن الغناش السوري وحسين فياض 30 سنة قالوا احنا قتلناهم، ليه ما يهمكمش ليه، ومرضيش يعترفوا رغم ان هم مثلوا الجريمة ومثلوا جريمة القتل وارشدوا عن الادوات اللي استخدموها السلاح اعترافات تفصيلية، لكن مرضيش حسين لغيت اخر لحظة ان هو يعترف لماذا قتلهم. قال انا قتلتهم وده يكفي. طب ايه مبررك؟ ناس كتير قالوا نزلوا صور ومعاه التعالب اللي صيطها والحيوانات اللي صيطها، قالوا هو انسان بيهوى تعذيب الضحايا وقتلهم، وهو شاب مش مظبوط وانه بيحب الصيد وهو اللي قتلهم كنوع من رياضة الصيد اللي بيهواه، لان هو مرضيش يعترف ابدا بجريبته. ليه؟ اعترف ان هو قتل لكن مرضيش يعترف هو قتلهم ليه. يا ترى انتم متوقعين لما شفتوا صور البنات وامهم وشفتوا صوره هو بالسلاح والحيوانات اللي صيدها، يا ترى تقدروا تقولوا لنا هو قتلهم ليه؟ الجريمة ده عشان محدش يقول من مصر، احنا لا بنصيد تعالب ولا بنصيد اسود، دي الجريمة دي في دولة لبنان الشقيقة في منطقة اسمها الانصار جنوب لبنان، عشان نعرف ان الجريمة ملهاش مكان ولا ليها زمان. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.